مرحبا، اسمي هشام الكركي، موسيقي وأخصائي علم نفس للأطفال. اليوم رح نسلط الضوء على موضوع جديد وهو العلاج النفسي بالموسيقى ومدى تأثير الموسيقى على مزاجية ونمط الحياة وصحة نفسية الأفراد وخاصة الأطفال. من هيك الاستشارة والمتابعة كتير مهمين. وهلأ خليني أعرفكن على الطفل اللي كان عنده نقص الانتباه مع فرط النشاط، يعني ADHD مثل كتير من الأطفال. لكن الإدراك المبكر والوعي عند الأهل خلى الطفل اللي مساعدة التقنية الجديدة ميوزيك ثيرابي تتحسن وتتقدم، وبعد انسجامها بالموسيقى اللي تفاعلت معها وحسنت نشاطها وانتباهها وتغلبت على الخوف بشخصيتها حتى توصلت إنها تعزف على آلة البيانو مع تركيز بنسبة 80%. بعدين شو هاي؟ بعدين ري. برافو برافو برافو. أما فوائد العلاج بالموسيقى عديدة لتحسين حياة الأفراد وتطوير مهاراتهم، والأهم وعي الأهل وكسر الخجل وتشجيعهم على طلب الاستشارة. وأخيراً بسبب كوفيد-19 في إمكانية الاستشارة والتواصل أونلاين.